تشديد في إجراءات الحظر الصحي والإجراءات الصحية المطبقة في البلاد. أنا يسرني أن أقدم في البداية البروفيسور صديق تاور رئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ وسيلي متابعة تطورات الأوضاع الصحية في البلاد على خلفية ما ينتشر من وباء جراء جائحة كورونا التي تضرب العالم جميعا. وقد وقفت اللجنة من خلال التقارير التي قدمتها دائرة الصحة أو اللجنة الصحية على الزيادة المضطردة والمزعجة لحالات الإصابة داخل ولاية الخرطوم بشكل خاص وعلى مستوى السودان، حيث لاحظت اللجنة من خلال تقارير وزارة الصحة في ظرف أسبوع واحد زيادة شبه يومية في الحالات على الأقل خلال الأسبوع المنصرم من يوم 24/4، ارتفعت الحالات من 147 حالة لتصل حتى تقرير يوم أمس إلى 375 حالة كما أفاد التقرير وزارة الصحة اليوم أمس، مع زيادة في الوفيات أيضا بلغت 25 حالة وفاة. وكذلك لاحظت اللجنة من خلال هذه التقارير انتقال الإصابة إلى حوالي 10 ولايات خارج العاصمة، وهذه مؤشرات لها خطورتها، حيث يعني ارتفاع معدل الإصابات الكبير في ولاية الخرطوم يعود أساسا إلى عدم الالتزام لدى قطاعات ليست قليلة من المواطنين بالموجهات الصحية التي أقرتها اللجنة منذ منتصف مارس الماضي. والمقصود من هذه الموجهات هو حماية صحة الناس وسلامتهم وأرواحهم، وليس المقصود هو التضييق على المواطنين. كذلك المقصود من موجهات منع المواصلات الداخلية، منع التجمعات، منع السفر من وإلى الولايات، هو حماية المناطق التي لم تظهر فيها الحالات من هذه الإصابات، ولكن مع ملاحظة سوء ممارسة بعض الفئات المحدودة في التعامل مع هذه الموجهات ومحاولة استغلال التباعد وعدم التجمع وعدم التجمهر، وكذلك عدم السفر ما بين الولايات وعدم حركة المواصلات العامة داخل المدن، كل ذلك تمثل عوامل أساسية في انتشار مرض حتى الآن لا يدري العالم كله كيف يتعامل معه. توصلت اللجنة إلى أنه إذا ما استمر التعامل مع الحالة بهذه الطريقة فإننا سوف نشهد أوضاع كارثية فيما يلي انتشار الإصابة وفيما يلي الوفيات. وعليه ارتعت اللجنة اضطرارا سوف نضطر إلى التشديد في الإجراءات التي تحد من التجمع ومن الانتقال ومن العوامل التي تساعد على انتشار الأمراض، وبالتالي نجد أنفسنا مضطرين
المواطنين داخل العاصمة وخارج العاصمة. كثير من حالات الانتقال تمت بشكل غير مشروع، تسلل لبعض من بعض دول الجوار، انتقال مخالف لمنع لائحة السفر بين الولايات، مخالطة اجتماعية دون اكتراث لأي موجهات. كل هذه العوامل هي التي أسهمت في هذا عن الاستثمار في مثل هذه الظروف الكارثية التي لا تميز بين صغير أو كبير أو بين رجل أو امرأة، ولا لون لها ولا دين لها ولا قبيلة لها، وإنما تضرب الجميع. ليس هذا هو ظرف الاستغلال، وإنما هو ظرف أن نستجمع كل قوانا من خلال مبادرات ومن خلال مساهمات ومن خلال أفكار، حتى نستطيع بكل ما أوتينا من قوة أن نخفف الأضرار ونخفف الخسائر على مواطنينا. عليه نجد أنفسنا مضطرون إلى اتخاذ إجراءات مشددة فيما يلي تطبيق لائحة الطوارئ الصحية، ونرجو من مواطنينا الكرام تفهم هذا التشدد والهدف من هذا التشدد. ليس هو التضييق، وإنما هو الحرص على سلامة الجميع. شكرا جزيلا. قبل ما تهبش خشمك، قبل ما تهبش أنفك، قبل ما تهبش عينك، لا سجلنا اليوم 67 حالة جديدة، ومبارح كانت 57، الليلة 67. من الحالات 67 ديل تسجلت 3 وفيات. حالتين في الجزيرة رحمة الله عليهم توفوا. الدفان الشمالية وسنار. العدد بتاع الناس اللي شفوا الليلة اللي قدرنا طلعناهم والحمد لله كانوا 7. معناه نحن من يوم 12
إجمالي الإصابات كلها بالنسبة للولايات من 442 ديل، خرطوم فيها 403 حالة، جزيرة 21، قضارف 4، نهر النيل 3، غرب كردفان حالتين، تسعين تسعين لكل السودان، تسعين تسعين في ولاية الخرطوم. ممكن الناس تبلغ برضو على 221 221. أفتكر السيد عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور والأستاذ سيد وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح وضحوا تماما القلق الشديد في كل قطاعات الدولة، ليس فقط في وزارة الصحة ولا القطاع الصحي، ليس فقط في مجلس الوزراء براهو ولا في مجلس السيادة براهو، كل قطاعات الدولة وكل القطاعات في الخدمة المدنية شغالين ليل نهار بيحاولوا انهم ينفذوا الحاصل. التشديد اللي تكلموا عليه بروفيسور صديق واستاذ فيصل ده التشديد حيكون جاد ان شاء الله، ليت زول متشائم. ناس كثيرين يتكلموا معي قالوا لي الأسلوب بتاعك أسلوب بتاع توجيه. والله ما أسلوب بتاع توجيه، كلنا سودانيين وكلنا أخوان وأخوات، لكن دي حرب، وفعلا هي حرب، حرب على وباء، وما زالت حرب على وباء. وأنا مؤمن إنه لو تضافرنا كلنا دولة ومواطنين بنقدر نهزمها، لكن لو الدولة ما شغالة والمواطن شغال براو ما بتنهزم. لو المواطن ما شغال بالوقاية من نفسه والدولة حتى لو شغال كل الدولة ما بتنهزم. الفيروس ده عايز تضامننا كلنا مع بعض. ليل عندنا 13 ولاية يا جماعة، يعني معناها فاضلة في السودان 5 ولايات بس ما فيها حال، على الأقل حالة واحدة بتاعت فيروس. دايرين نستمر لكده لبتين؟ ده ما بيدنا، ده بيدنا. أنا حاسس الليلة جاي بكيات شغالة، زيارات شغالة، ناس قاعدين بيتسامروا، أسواق فاتحة. كلام ذكروه بروفيسور صديق وأستاذنا فيصل ده كلام جادي جدا. نحن نتمنى